بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من صالة برج العرب بالأسكندرية وقناة النادي الأهلي، وأسعد بصحبتكم للتعليق على جيم 2 من سيريس بيست اوف 5 نصف نهائي دوري السوبر موسم 23-24. على بركة الله قائمة نادي الزمالك وتشكيل نادي الزمالك، القادة الفنية للكوتش وائل بدر، مهاب ياسر، أحمد عزب، عمر هشام، وليد عبد الجواد، احمد ياسر، دي ماركو المحترف الامريكي، معاذ ايمن، علي حجازي، احمد اسماعيل، خالد عبد الناصر، حازم المشهد، وعلي عمر. ده تشكيل او السكواد النهارده لنادي الزمالك. اما النادي الاهلي تشكيله النهارده طبعا القاده الفنيه للكوتش او السنيور اوجستي جول بيبوش ومعاوناه كابتن احمد الجرحي والكابتن رامي دياصي، مدير الفريق هو الكابتن طارق الغنام، والاداري الدكتور وليد الخراط. براندو رقم 1، عمر عزب رقم 3، ايهاب امين 4، عمرو الجندي 5، مروان سرحان 6، سيف سمير كابتن الفريق والكابيتانو 8، مصطفى كيجو 10، كريم حاتم 11، مهيب 14، ابو النصر 23، واخيرا البيج او عمر طارق رقم 55. سادس المواجهات ما بين الفريقين لموسم 23-24، تقابلوا 6 مباريات، استطاع النادي الاهلي الفوز في 5 مباريات مقابل مباراه وحيده لنادي الزمالك. حكام اللقاء النهارده هو الكابتن محمد المنشاوي حكم اول، والكابتن محمود ابراهيم حكم ثاني، والكابتن احمد فهمي ايني الحكم الثالث، والثلاثي من منطقه القاهره. مراقب المباراه هو الكابتن احمد كامل، اما حكم الاي ار اس هو الكابتن احمد شكيوي. ستارت اللاين اب للنادي الاهلي، براندون، ابو النصر، ايهاب امين، سيف سمير، والبيجو عمر طارق. اما الستارت اللاين اب اللي هيبدا بيه كوتش وائل بدر، زي ما احنا شايفين عمر هشام، دي ماركو، وعلي حجازي رقم 20، ومهاب ياسر رقم 0، واحمد اسماعيل رقم 21. ثواني ونبدا اللقاء. ديربي العاصمه مقام في صاله برج العرب بالاسكندريه على بركه الله، وبدايه احداث كوارتر اول. نتيجه اللقاء الاول جيم 1 فوز النادي الاهلي بنتيجه 79-60. بدايه احداث الفتره الاولى الكوارتر الاول والحيازه اهلاويه، براندون 23 نقطه المباراه الماضيه، سلم على طول لايهاب امين، ايهاب مان تو مان نادي الزمالك على النادي الاهلي، ايهاب في الدرايف يسلم على طول لعمر طارق، عمر طارق اول تراي على الباسكت لكن لا ينجح في التسديد، يلم على طول نادي الزمالك عن طريق دي ماركو ويسلم لعمر هشام، ودي ماركو مره ثانيه لعمر هشام، السكرين مع احمد اسماعيل، البيك اند رول يسلم احمد اسماعيل لف وارتكز يروح بتراي على الباسكت ما بينجحش في التسديد، ديفنسيف ريباوند على طول من عمر طارق ويسلم في الاوتلت لايهاب امين، ايهاب لسيف سمير، سيف بالهوك سيف ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول علي حجازي ويسلم لدي ماركو، دي ماركو واحد من مفاتيح لعب نادي الزمالك اللي بيعتمد عليه في التسجيل وخاصه في ستريك بوينت، وادي اولى المحاولات وادي اولى النقاط عن طريق علي حجازي ينجح في تسجيل اولى نقاط احداث كوارتر اول لنادي الزمالك. براندون يبدا الهجمه، براندون السكرينات يستلم الهاند اوف على طول ايهاب امين، ايهاب امين على الميديم شوت، شوت يروح لكن ما يسجلش، يلم على طول عمر هشام ويطلع بالملعب ويبدا الهجمه عمر هشام، عمر بالسكرين مع احمد اسماعيل، عمر في الدرايف واحد على واحد يروح كيك اوت عند مهاب ياسر، مهاب على الاوبن شوت ينجح في تسجيل 3 نقاط، مهاب ياسر من اسيست من عمر هشام عشان يعدل النتيجه الى 5، لا شيء لصالح نادي الزمالك. يبدا الهجمه، براندون يسلم لسيف سمير بالهاند اوف، يستلم براندون مره ثانيه، براندون لسه براندون، براندون عدى براندون في الدرايف، براندون يسلم لعمر طارق لكن تعمل ستيل من مهاب ياسر، مهاب يروح على الباسكت في الاول ذا واي مهاب لكن هنا يتم اعتراضه بخطا شخصي وفاول ويمنع الباسكت ايهاب امين، وادي اولى الاخطاء الشخصيه على ابو النصر، ابو النصر اولى الاخطاء الشخصيه على محمد ابو النصر. رميه حره وفري ثرو اول لنادي الزمالك عن طريق مهاب ياسر، مهاب على الفري ثرو الاول والرميه الحره الاولى ينجح في التسديد،
ريسو تانية ورمية حرة تانية لا يسجل، يلم على طول. إيهاب أمين يبدأ الهجمة، إيهاب ويسلم لبراندون، براندون لكن هنا في خطأ شخصي وفاول على عمر طارق، أولى الأخطاء الشخصية على عمر طارق على عمر هشام، خطأ شخصي على نادي الزمالك والحيازة أهلاوية. يبدأ براندون الهجمة ويسلم لإيهاب أمين، إيهاب بالسكرين مع سيف سمير، إيهاب يغير اتجاهات من البيس لاين، إيهاب إيهاب يلف ويرتكز آخر 10 ثواني في زمن الهجمة، براندون ماسكه عمر هشام، براندون على أوبن شوت، براندون ينجح في تسجيل أولى نقاط أحداث كوارتر أول للأهلي والأهلاوية عن طريق 3 بوينت من براندون تشيلدرس. يبدأ ديماركو الهجمة، يقلب الملعب على طول لإسماعيل، إسماعيل يسلم لمهاب ياسر، مهاب بيك أند رول مع أحمد إسماعيل، لسه أحمد إسماعيل بيلعب 1 1 لكن هنا دفاعات قوية من الأهلي والأهلاوية، ديماركو يستلم، ديماركو يعدي لكن لسه الأهلي مسيطر في الدفاعات وتيرن أوفر وباد باص على ديماركو المحترف الأمريكي لنادي الزمالك. أدي الثلاثية أو 3 بوينت ل براندون، أول نقاط أحداث الكوارتر الأول، 23 نقطة براندون الجيم جيم 1، النهارده في جيم 2 بيفتتح بثلاثية. دفاعات مان تو مان نادي الزمالك يستخدمها أمام الأهلي والعكس صحيح. إيهاب أمين، إيهاب يبحث عن الدرايف، إيهاب يبحث عن البنتريشن، إيهاب يبحث عن التسجيل وينجح في التسجيل، يعادل النتيجة إلى فرق نقطة وحيدة لصالح نادي الزمالك. فران ديماركو يبدأ الهجمة. هل سنرى ترابات أو الدبل تيم اللي كان بيحصل على ديماركو المباراة الماضية هنشوفها النهاردة؟ أدي عمر هشام على الميديم شوت يشوط لكن ما يسجلش، تخبط كده في إيد أحمد إسماعيل وتصل لمين؟ تصل لديماركو، ديماركو يعدي، ديماركو في البنتريشن، ديماركو في الوصول، ديماركو ينجح في الحصول على نقطتين ويعدي النتيجة إلى 8-5، ثلاث نقاط فارق لصالح النادي الزمالك. تراي مرة تانية، عمر طارق شال الكرة خلاص لمس البورد وراح على الحلقة، خلاص تعتبر كاونت تم احتساب. براندون يبدأ الهجمة، براندون ثلاث نقاط فارق لصالح نادي الزمالك، يسلم على طول لعمر طارق، عمر طارق السكيب باص على 45 عند إيهاب أمين، إيهاب 10 ثواني على زمن الهجمة، براندون يلف ويرتكز بالفيدا ويشوط لكن ينجح إنه ياخد خطأ شخصي وفاول على عمر هشام، تاني الأخطاء الشخصية على عمر هشام، تاني الأخطاء الشخصية على نادي الزمالك في التوتال. براندون وادي الفيدا واي وادي الاعتراض من قبل عمر هشام والتو شوتس ورميتين الحرتين لصالح براندون تشيلدرس. يخرج عمر هشام ينزل مكانه معاذ ايمن رقم 12 اللي قدام حضراتكم، براندون على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. براندون ورمي حره ثانيه، ينجح ايضا في التسجيل. يعد النتيجه الى 8-7 لصالح نادي الزمالك. يبدا ديماركو الهجمه، ديماركو امريكي الاصل يلعب في منتخب الامارات، وادي كيك اوت لمهاب ياسر على الاوبن شوت في 3 بوينت ما يسجلش، تصل ليه مره ثانيه، مهاب يسلم لاحمد اسماعيل، احمد اسماعيل لمعاذ ايمن ياخد السكرين لديماركو مره ثانيه، ديماركو ديماركو في البنتريشن، ديماركو هنا يتولى رقبته ابو النصر يسلم والكيك اوت عند معاذ ايمن لكن هنا دفاعات قويه من نادي الاهلي والاهلي والاهلاويه تنجح في عدم حصول نادي الزمالك على محاوله وحيده قبل انتهاء زمن الهجمه. 24 ثانيه والكره في حيازه الاهلي والاهلاويه. يبدا براندون الهجمه، ياخد سكرين لكن اوفنسيف فاول على عمر طارق، تاني الأخطاء الشخصية على النادي الأهلي في التوتال. يبدأ ديماركو الهجمة، ديماركو عدى ديماركو، شفنا مرة تانية الدبل تيم، ادي مهاب ياسر يقلب على طول بالفلوتر شوت لكن قصيرة، يلم على طول عمر طارق ويسلم لإيهاب أمين، إيهاب أمين في الهول زاوية لكن هيبدأ السيت بلاي. عادي براندون اوبن شوت، براندون 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ديماركو يبدا الهجمه، ديماركو ديماركو عدى ويروح بالفلوتر شوت لكن ما بينجحش في التسجيل، توصل له مره ثانيه مهاب ياسر لديماركو،
يفتح الملعب هنا يتجنب الدبل تيمين، عايز يلعب واحد على واحد يعدي بالستيب باك يطلع كيك اوت على الاوبن شوت مهاب ياسر، لكن ما بينجحش في الشوت. تلمس هنا سيف سمير يلحقها على طول، سيف سمير عشان تصل الى براندون، يبدا الهجمه براندون 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 لسه براندون براندون يسلم على طول لايهاب امين. ايهاب اخر 10 ثواني في زمن الهجمه، ايهاب امين ما زال معه الكره، ايهاب امين في الدرايف، ايهاب امين يقلب الملعب على طول لسيف في البيس لاين على اوبن شوت، سيف سمير ينجح في تسجيل ثلاث نقاط، ثلاث ثلاثيات شاطها النادي الاهلي، نجح في تسجيل اثنين 3 بوينت، واحده لسيف سمير اللي قدام حضراتكم، واحده لبراندون شيلدرس عشان يعلي الفارق الى 10-8 للاهلي والاهلاويه. علي حجازي في الدرايف واحد على واحد اتصل ليه معاذ ايمن، لكن هنا خطا شخصي وفاول على سيف سمير، يختصر كابتن محمود. كابتن محمود ابراهيم يحتسب الخطا، تقريبا في حاجه اصابه لسيف سمير او حاجه هيتم تغييره. سلامات يا سيف. سيف سمير الف سلامه للكابيتانو، واضح ان في اصابه في اصبع اصابع يده. ادي هنا معاذ ايمن، هنا بقى الاصابه، هنا الاصابه، هنا الاصابه، هنا وهو راح ياخد الكوره كان الاحتكاك اللي بينه وبين معاذ ايمن، اعتقد ان هو الاصابه تمت هنا. خرج سيف سمير ونزل مكانه مصطفى كيجو، دي ماركو يطلع كيك اوت لاحمد اسماعيل، احمد اسماعيل على اوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل، يلم على طول البي جو، يبدا على طول الهجمه عن طريق ايهاب امين. ايهاب لسه ايهاب السكرين مع كيجو، ايهاب امين في كندرول ولا ميديم شوت، شوت فعلا ونجح ويسجل نقطتين البوب. ايهاب امين ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح الاهلي والاهلاويه. يبدا دي ماركو الهجمه، يوسع الفرق الى 4 نقاط. دي ماركو عدى في البنتريشن، الكيك اوت عند معاذ، معاذ في البيز لاين على اوبن شوت ما بيسجلش، البيج او يلم ديفنسيف ريباوند، لكن خالد عبد الناصر اللي بينزل لسه نازل يخبط الكره كده من ايده وبتطلع اوت سايد لصالح النادي هلا. يبدا براندون الهجمه، براندون خمس نقاط حتى هذه اللحظات، نجح في تسجيلهم وراه ايهاب امين باربع نقاط. هنا خطا شخصي وفاول على احمد عزم، ثالث الاخطاء الشخصيه على النادي الزمالك في التوتال. يخرج ابو النصر وينزل كريم حاتم، تغيير يجري كوتش اوجوستي، واحمد عزم في نادي الزمالك بدلا من مهاب ياسر، وخالد عبد الناصر اللي نزل مكان علي حجازي. دي التغييرات اللي اجراها كوتش وائل بدر وكوتش اوجوستي. براندون السكرين عدى، براندون لسه استغل الميس ماتش، سلم على طول لعمر طارق، عمر طارق على الميديم شوت، عمر طارق لكن ما بيسجلش، تصل الكره عند احمد عزب يلم في الديفنسيف ريباوند. عزب عزب يبدا الهجمه، لسه عزب سلم على طول لكن السيل ولا اروع من براندون. براندون يقف كده وبص على الملعب براندون، لكن ينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول براندون شيلدرس على خالد عبد الناصر. كان توب سكورر خالد عبد الناصر في جيم 1 برصيد 18 نقطة. خطا شخصي وفاول على خالد عبد الناصر. يبدا الهجمة البوب ايهاب امين، لسه ايهاب. ايهاب اوبن شوت ايهاب 3 بوينت ايهاب، ينجح ايهاب في تسجيل ثلاث نقاط ولا اروع عشان يعلي الفارق الى 15-8 لصالح الاهلي والاهلاويه. 3 بوينت من ايهاب يعقبها على طول. تايم اوت يطلبه كوتش وائل بدر. 15-8 للاهلي والاهلاويه. محاولات النادي الاهلي على الفيل جولد 10 محاولات، نجح في تسجيل 5 برصيد بنسبة 50%، نادي الزمالك على الفيلد جول 11 محاولة نجح في تسجيل 3، على 3 بوينت النادي الأهلي شاط 4 محاولات نجح في تسجيل 3، نادي الزمالك شاط 5 محاولات نجح في تسجيل محاولة وحيدة، في الفري ثرو النادي الأهلي سجل 2 بنسبة نجاح 100%، أما نادي الزمالك بنسبة شاط 2 ونجح في تسجيل واحدة. الريباوند
في التوتال هو الاعلى، نادي الزمالك 8 مقابل 6، الاسيست 3-2 للاهلي، الستيل الاهلي عامل ستيل واحد او السرقه المشروعه، دي جماهير النادي الاهلي حضراتكم شايفينها طبعا حضور المباراه مده بالجماهير، وجود طبعا كابتن طارق خيري كوتش طارق خيري اللي بنتمنى له التوفيق اللي فاز بامس على هليوبلس في جيم 1 من بيست اوف 3، وبكره ان شاء الله عنده مباراه مع نادي هليوبلس ايضا جيم 2، كل التوفيق ليه كوتش طارق خيري. وادي فريق البنات كابتن علياء وكمارة نادر السيد متواجدين لمؤازره المادادورز الاهلي. ثلاث دقائق متبقيه على نهايه احداث كوارتر اول، تقدم الاهلي والاهلاويه بنتيجه 15-8، 7 نقاط لصالح الاهلي والماتادورز الاهلي. الحيازه لصالح نادي الزمالك. نفس خماسي في تغيير اجراء كوتش اوجوستي، نزل عمرو الجندي مكان براندون. يبدا الهجمه على طول نادي الزمالك عن طريق دي ماركو، يبدا دي ماركو كريم حاتم في حراسه دي ماركو، يسلم على طول لمعز ايمن او احمد عزب، عزب يقف ويلف ويسلم على طول في الكيك اوت عند احمد اسماعيل اللي بيشوط على اوبن شوت ما يسجلش، ايهاب امين في الديفنسيف ريباوند متواجد، يلم على طول لايهاب امين، يسلم لكريم حاتم، عدى قبل الثمان ثواني كريم، مان تو مان لا زال نادي الزمالك. سكرين عدى كريم حاتم بكروس اوفر والاروع، الكيك اوت عند عمر طارق، عمر طارق اول مره على 3 بوينت لكن ما يسجلش، يلم ثاني في السكند شانس ويسلم لايهاب امين، ايهاب على الاوبن شوت، ايهاب لكن ما ينجحش، سكند شانس حاضر عند كيجو، يقلب الملعب على طول بدوره ليه كريم حاتم تحت الباسكت، عمر طارق سبين موف ولا اروع، يحاول تراي على الباسكت لكن هنا كابتن محمود قال ايه؟ الكره اتعلقت، اذا جامبول والحيازه لنادي الزمالك. يخرج احمد اسماعيل من نادي الزمالك وينزل احمد ياسر عبد الوهاب، نشوفها مره ثانيه اهي، ادي الكره تحت الباسكت، سبين موف ولا اروع من عمر طارق، خد الراجل في ظهره راح، الكره اتعلقت اتعلقت تحت الباسكت، اذا جامبو. احمد عزب يبدا الهجمه، رقابه لصيقه على دي ماركو، دي ماركو يسلم لخالد عبد الناصر، وادي الباك دور لدي ماركو، دي ماركو شوت على اوبن شوت ما يسجلش، يطلع الكره مره ثانيه لعزب، عزب على اوبن شوت في 3 بوينت، عزب ينجح في تسجيل ثلاث نقاط، احمد عزب لاعب نادي الزمالك، شقيق عمر عزب لاعب النادي الاهلي. ده الفارق الى 4 نقاط، 15-11 للاهلي والاهلاويه. كريم حاتم للبوب ايهاب امين، كيجو تحت الباسكت في الدرايف واحد على واحد، يروح كيجو ينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول على احمد ياسر بتو شوتس ورا بنيتين حرتين. بنيتين حرتين وتو شوتس لصالح كيجو. تبقى دقيقه 34 ثانيه زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، ريسو اول رمي حره اولى ناجحه لمصطفى كيجو. ثلاث محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو، نجح في تسجيل ثلاثه بنسبه 100%. كيجو على الفري ثرو الثانيه ورمى الحره الثانيه لا يسجل، يلم على طول نادي الزمالك عن طريق دي ماركو، دي ماركو عدى من السكرين عمل عليه الدبل تيم، سلم لاحمد ياسر، احمد ياسر يقلب الملعب لمعاذ، اكسترا باص عند دي ماركو، دي ماركو في البنتريشن، دي ماركو لسه يسلم لاحمد ياسر، اكسترا باص عند عزب، عزب على الاوفن شوت لكن ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند البي جو، يسلم لكريم حاتم، كريم يقلب الملعب لايهاب امين، ايهاب ينتظر السكرين، ايهاب لكن اتعمل ستيل على طول من احمد عزب، احمد عزب في الاول زاويه راح وصل لكن ما ينجحش في التسجيل، لكن الكوره طبقا لاشاره كابتن ايني عمر طارق خبط الكوره وهي في طريقها الى الحلقه، اذا يتم احتسابها. ده الفرق الى ثلاث نقاط. ضغط من نادي الزمالك، الزمالك ليس امامه سوى فرصه اليوم للفوز، اذا اراد التكمله في السيريس الاهلي يريد تاكيد على الفوز وتكمله السيريس والوصول الى 3-0، ده هدف النادي الاهلي وكوتش اوجوستي. إنه كمان يقدر يبقى عنده فترة مناسبة من الراحة قبل البدء في نهايات البال بإذن الله، كل التوفيق للماتادورز في نهايات البال. يخرج عمر طارق ونزل علي عمر من نادي الزمالك بدلا من وهاب أمين، أيضا خرج نزل مكانه مهيب
دي ماركو ايضا خرج محترف نادي الزمالك في اسبوع اول غير ناجح، الثاني ينجح فيه كريم حاتم وتشوجوسي وتعليماته، يبدا علي عمر على طول الهجمه، عدى ويسلم لاحمد ياسر عبد الوهاب، لاحمد عزب عزب لخالد عبد الناصر، بنتريشن واحد على واحد مع تغيير الاتجاهات بالفلوتر شوت ما يسجلش، سكند شانس ولا اروع من كيجو، يعود براندون الى ارض الملعب يسلم لكريم حاتم، كريم يقلب الملعب لبراندون، براندون السكرين براندون مع كيجو، عدى براندون اخر 8 ثواني في زمن الهجمه، براندون براندون في الوان ان وان، براندون بالفلوتر شوت براندون لكن ما ينجحش في تسجيل سكند شانس عند كيجو، والسيرست شانس عند كيجو اللي بينجح انه ياخد تو شوتس ورا 200 حرتين وخطا شخصي وفاول للصالح الاهلي والاهلاويه. 200 حرتين وتو شوتس لمصطفى كيجو. 17 13 في سوء اول لا يسجل كيجو. في سوء ثاني ورمي حره ثانيه ينجح في تسجيلها مصطفى كيجو. 8 محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو نجح في تسجيل 5. علي عمر 18 13 ارتفع الفرق الى 5 نقاط، احمد عزب على اوبن شوت مع براندون يشوط لكن ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول وادي هنا خلاص انتهت احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي بنتيجه 18 13 لصالح النادي الاهلي في ديربي العاصمه المقام بصاله برج العرب. اعزائي المشاهدين طبعا نطمن على براندون شيلدرس يقول ان في حد خبطه في قدمه، سلامات لبراندون. دقيقتين يا زمن راحه المقرره ما بين احداث كوارتر اول وثاني ونعود اليكم سريعا باذن الله. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الكوارتر الثاني. ستارت لاين اب للنادي الاهلي مهيب وبراندون كيجو كريم حاتم وعمرو الجندي. اما اللاين اب او ستارت لاين اب لنادي الزمالك علي عمر، خالد عبد الناصر، معاذ ايمن، احمد عزب و يس عز اهلاويه براندون. قوي على براندون، براندون عدى من السكرين، براندون يسلم على طول لاحمد مهيب، مهيب في البنتريشن من ميدل، راح مهيب نجح انه ياخد اولى اخطاء الشخصيه على نادي الزمالك، اولى الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك. حالات المدربين ده صيد الكاميرا لكن الاوتسايد لصالح نادي الاهلي، طبعا شفنا محترفي النادي الاهلي في البال
زي توني ماتش اللي كان متواجد وحريص على التواجد هو وعيسى ليونز. نروح للمباراة، عمرو الجندي في الدرايف، عمرو الجندي في البنتريشن، سلم على طول لكيزو لكن اتعمل له بلوك، يروح على طول الكرة لمعاذ ايمن اللي بيجري في فاست بريك ويعلق لخالد عبد الناصر اللي ينجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الثاني. خالد عبد الناصر بعد اسيست من معاذ ايمن واليوب باسكت. براندو عدى لفريق نادي الزمالك الى ثلاث نقاط، سلم على طول عمرو الجندي. الجندي في السكيب باس لكريم حاتم، كريم على اوبن شوت في 3 بوينت، كريم حاتم ينجح في تسجيل اولى نقاط الكوارتر الاول او الكوارتر الثاني لصالح الاهلي والاهلاويه. 3 بوينت من كريم حاتم ولا اروع، عدى عليه عمر بالسكرين مع خالد عبد الناصر، يهوش كده ويروح بالباك لاب وينجح في تسجيل نقطتين، ده الفارق الى اربع نقاط. كريم حاتم يسلم للجندي، الجندي على اوبن شوت، الجندي في 3 بوينت لا يسجل، حاول معها كده سكند شانس كيجو لكن يتلم على طول عن طريق احمد عزب. يبدا احمد عزب الهجمه، عزب من كمان النادي الاهلي، عدى عزب بالسكرين لكن هنا في خطا شخصي وفاول على احمد مهيب. فاول خطا شخصي على احمد مهيب لاعب النادي. ادي الاوبن شوت 3 بوينت لكريم حاتم. يبدا نادي الزمالك الهجمه عن طريق علي عمر في الدرايف، علي عمر 1 ان 1 يروح لكن بلوك ولا اروع من مصطفى كيجو، منع في باسكت بدفاع قوي من مصطفى كيجو واحد من نجوم الريباوند في الجيم 1. ودي هنا البلوك مره ثانيه اوتسايد لنادي الزمالك، 8 ثواني على زمن الهجمه. يستلم علي عمر لخالد عبد الناصر بالهاند اوف مع علي عمر مره ثانيه، علي عمر، علي عمر في الدرايف واحد على واحد لكن تقطعه على طول للسير حاضر من براندون. براندون لازم يجري بسرعة شوية في الفاست بريك. براندون لكيجو، كيجو في الون ان وان، كيجو في البيز لاين يلف ويرتكي، يستلم كريم حاتم كيك اوت عند براندون. براندون، براندون تغيير اتجاهات، براندون بالاوبن شوت بالفلوتر شوت ما ينجحش، سكند شانس عند كيجو، كيجو يطلع ويسلم لكن تتقطع منه، يروح على طول لعلي عمر في الاول زاوية، علي 4 على 3 راح في البنتريشن لكن خبط كده في كريم حاتم وتطلع اوتسايد لصالح نادي الزمالك. اوتسايد للزمالك. احمد عزب هيطلع الاوت، يسلم لعبد الناصر، هاند اوف مع علي عمر، علي لسه علي، علي بالسكرين، عدى علي في البنتريشن، طلع كيك اوت لاحمد ياسر، لسه 10 ثواني على زمن هجمه، معاذ ايمن السويتشات على طول اشتغل، معاذ رايح في الواحد على واحد يروح بالباك لاب ما ينجحش في التسجيل لكن هنا عمرو الجندي حاضر في الديفنسيف ريباوند، عمرو يعدي في الاون زاويه وباص ولا اروع، عمرو الجندي اسيست رائع لكن يحتسب خطا شخصي وفاول على احمد ياسر. نشوفها مره ثانيه، عمرو الجندي لمح كيجو قاطع في بوزيشن 4 السنتر رقم 4 قاطع على الباسكت، طلع له كرة على طول قدر انه نجح انه ياخد بيها خطا شخصي وفاول لصالح النادي الاهلي. وعايز ايمن يخرج ينزل ديماركو مره ثانيه، كيجو على الفري ثرو الاول والرميه الحره الاولى، كيجو لا يسجل، كيجو على الفري ثرو الثاني والرميه الحره الثانيه، ينجح في التسجيل نسبه كيجو حتى هذه اللحظات 50%، 22 17 خمس نقاط ارتفع الفارق. احمد عزب بالسكرين مع خالد عبد الناصر، عدى عزب اللي فوق ارتكز يسلم لعبد الناصر، قاطع له في الباك دور علي عمر وحاول تراي كده على الباسكت لكن ما بينجحش في التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول عند براندون. براندون في الاول زاوية، براندون، براندون لسه، براندون سيطر على الكوره ويسلم لكريم حاتم، كريم لبراندون مره ثانيه، براندون يعمل ايه براندون؟ بنتريشن شوت، براندون سجل، براندون نقطتين، براندون تشيلدرس ينجح في تسجيل نقطته السبعه النهارده، نقطتين يعلي بيهم الفارق الى 24 17 للاهلي والاهلاويه، سبع نقاط هو الفرق. دفاع قوي على دي ماركو استقبله على طول، هنا في دفاع اوفنسيف ريباوند
على خالد عبد الناصر رقم 28. اوفنسيف ريباوند علي عمر يخرج، مهاب ياسر ينزل من نادي الزمالك، واحمد اسماعيل ينزل. نشوف مين اللي خرج المكان. شوفوا مره ثانيه براندون شيل دريس اهو عمل باك بيفو، هوش جاله الراجل راح على الباسكت. خالد عبد الناصر هنا قدامه حاجه من اثنين، يعمل معاه الفاول يا سيبه. فعلا سابه، نجح براندون انه يسجل النقطه دي. عمرو الجندي بالسكرين، عمرو الجندي عدى في البنتريشن في الاختراقات، عمرو الجندي طلع على طول لمهيب، مهيب في الاوبن شوت، مهيب ينجح في تسجيل ثلاث نقاط، روعه احمد مهيب، ثلاث نقاط يوسع بيهم الفارق الى 10 نقاط للاهلي والاهلاويه. احمد مهيب حسبها باثنين، وهنا في فاول هي نشوفها تاني في الاعاده. شاط الثلاثة بونت، انا مش شايف يعني رجليه دايس على اللاين، لكن هنا في خطأ شخصي وفاول. في مراجعة للاي ار اس طبعا، كابتن احمد شكاوي من منطقة الاسكندرية هو على الاي ار اس. شوف دلوقتي القرار ايه بين كابتن المنشاوي وكابتن ايني. سابوها بنقطتين، لكن هنا في مراجعة هنشوفها مرة تانية. شوفها هنا. لسه مع الاي ار اس. كابتن شيكاوي ومداولات. الفرق بين الاي ار اس والفار يا جماعه ان الفار ممكن يستدعي الحكم انه شاف حاجه، لكن الاي ار اس في الباسكت الحكام هي اللي بتدخل الفار. هنشوف كابتن ايني اي ار اس برامي اتحسبها بنقطتين وفي فاول للنادي الاهلي، اعتقد الفاول كان على احمد اسماعيل. حسبها بنقطتين. تسع نقاط هو الفارق اوت سايد للاهلي. سلم على طول كريم حاتم من براندون، كريم دي ماركو يتولى القبضه، كريم عدى، كريم عدى درايف، كريم سلم لكيجو حلو قوي، راح كيجو لكن ما ينجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من دي ماركو، دي ماركو يبدا الهجمه. دي ماركو لسه، دي ماركو على اوبن شوت، دي ماركو لكن ما يسجلش. طرس الكره لاحمد مهيب، يسلم بدوره ليه براندون، براندون 1 1 براندون، بنتريشن براندون، كيك اوت روعه، اكسترا باس عند كريم حاتم، كريم على اوبن شوت لكن ما يسجلش، سكند شانس على طول روعه من كيجو، يسلم بدوره ويبدا الهجمه عن طريق عمرو الجندي. الجندي الجندي في اختراقات، الجندي على اوبن شوت لكن قصيره، تصل لمين؟ تصل الى احمد ودي ماركو، يستلم يروح في الاول زاوية دي ماركو وينجح في تسجيل نقطتين وياخد معاه فاول وكاونت. لا مش فاول، دي ماركو سجل نقطتين، كل الناس وقفت على اساس انها فاول لكن مش خطا شخصي. كريم حاتم في الدرايف واحد على واحد في الاول زاويه ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول. احمد عزب اللي بيسلم لمهاب ياسر وينجح في تسجيل نقطتين، فاست بريك سريع من نادي الزمالك. يبدا براندون الهجمه، يدين الفارق الى سبع نقاط او خمس نقاط، 26 21. براندون لسه، براندون براندون ما زال براندون يحتفظ بالكره. براندون يعمل ايه؟ ميديام شوت، براندون شوت نجح سجل نقطتين. براندون شيل دريس ينجح في التسجيل واضافه نقطتين مره ثانيه. دي ماركو لسه، دي ماركو سجل تسع نقاط المباراه او جيم 1 المباراه الماضيه. مهاب ياسر بالفلوتر شوت، مهاب ما يسجلش، زق الكره كده واخدها على طول كيجو، يسلم لكريم حاتم. كريم نقطتين مسجلهم بماركو حتى هذه اللحظات. براندون على الاوبن شوت، براندون على 3 بوينت ولا اروع، ينجح في تسجيلها براندون شيلدريس الامريكي. ثلاث نقاط يعقبها على طول، تايم اوت يطلبه كوتش وائل بدر. براندون شيلدريس
31 21 للاهلي والاهلاويه. عشر نقطة مسجلهم براندون حتى هذه اللحظات في كوارتر ونص. 13 نقطة في المباراة الماضية أو جيم 1 نجح في تسجيل 13 نقطة في أيضا فيما يقرب ال 13 أو ال 14 دقيقة. تايم أوت يطلبه الكوتش وائل بدر. غدا إن شاء الله مباراة أو جيم 2 نصف نهائي سيدات بين الأهلي وهليوبلس على صالة برج العرب. اللي حضراتكم بتشاهدوها دلوقتي 12 نقطة سجلهم براندون بعد الإحصائيات سريعا. براندون 12 نقطة كتوب سكورر في نادي الأهلي. مهاب ياسر 6 نقاط في نادي الزمالك. إيهاب أمين 7 نقاط. كريم حاتم 4 نقاط في التوتال ريباوند الأعلى حتى هذه اللحظات سواء في الديفنس أو في الأوفنس. هو مصطفى كيجو برصيد 10 ريباوند وراء عمر طارق بستة ثم إيهاب أمين باثنين ريباوند. الأسيست إيهاب أمين عامل 3 أسيست هو عمرو الجندي وكريم حاتم عامل أسيست واحد. عد عمر طارق إلى أرض الملعب هو محمد أبو النصر بدل من كريم حاتم ومصطفى كيجو. 31 21 4 دقائق 31 سنه متوقعه على نهايه احداث الكوارتر الثاني. الهجمة عن طريق دي ماركو لنادي الزمالك بعد تايم اوت اللي طلبه الكوتش وائل بدر. هاند اوف مع مهاب ياسر بالسكرين مع خالد عبد الناصر. مهاب يقلب الملعب على طول لعزب. عزب على اوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل. يلم على طول عمر طارق. عمر يسلم لبراندون يبدا الهجمه. براندون 10 نقاط هو الفارق للاهلي والاهلاويه. عدى وسلم بالهاند اوف لعمر طارق. احمد مهيب. مهيب على اوبن شوت في 3 بوينت لكن ما يسجلش. تخبط الكوره كده في الحلقه تطلع اوت سايد لصالح نادي الزمالك. عمر هشام بدلا من عمر احمد احمد عزب. يبدا الهجمه دي ماركو. عدى بالسكرين دي ماركو يتولى الكابتن عمر عمرو الجندي اللي بيرتكب معاه خطا شخصي وفر. ثاني الاخطاء الشخصيه في التوتال على النادي الاهلي. ثاني الاخطاء الشخصيه في التوتال على نادي الزمالك. خطأين خطأين. عمر هشام يطلع يسلم لدي ماركو يتولى الكابتو على طول. دلوقتي التاسك بيتبدل على دي ماركو ما بين ابو النصر وايهاب امين. اوبن شوت في 3 بوينت لاحمد ياسر ما ينجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من الاهلي. يسلم لايه؟ براندون. براندون لسه براندون. براندون ما زال براندون. سلم لابو النصر. عمر طارق في الوان ان وان مع خالد عبد الناصر. عمر طارق منتظر القاطع. عمر طارق يلف ويرتكز عمر لكن هنا كابتن محمود بيقول اوفنسيف ريباوند. اوفنسيف فاول. خطا مهاجم على عمر طارق. ثاني الاخطاء الشخصيه على عمر طارق. ثاني الاخطاء الشخصيه على عمر طارق. يخرج ينزل مكانه إيهاب أمين. الأهلي على 3 بوينت 13 محاولة نجح في تسجيل 5 بنسبة 38%. الزمالك 12 محاولة نجح في تسجيل محاولتين برصيد 16%. ده على 3 بوينت. دي بعض الإحصائيات اللي بننقلها لحضراتكم. دي ماركو عدى حلو قوي وصل راح نجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الزمالك. ده الفرق إلى 8 نقاط 31 23. 3 دقائق متوقعة على نهاية أحداث الكوارتر الثاني. إيهاب أمين يسلم على طول لعمرو الجندي بيستخدمه كوتش أوجوستي في مركز 3 و4. أبو النصر درايف لأبو النصر راح الكيك أوت لكن هنا دايس أون لاين والأوت سايد لصالح نفسه. أوت
اوفسايد لصالح نزل. يبدا الهجمه دي ماركو، اخر دقيقتين و45 ثانيه متبقيه على نهايه الكوارتر الثاني. دي ماركو مع ابو النصر، لسه ابو النصر، وادي خطا شخصي وفاول يحتسبه كابتن عيني على محمد ابو النصر. جمهور النادي الاهلي متواجد في صاله برج العرب لمؤازره الماتادورز. في تغيير في الاهلي، ابو النصر يخرج، ينزل كريم حاتم على طول يتولى القاب الدمار. استلم دمار، عدى في البنتريشن، راح استخدم اللوحه، نجح في تسجيل نقطته الثامنه، 8 نقاط سجلهم ديماركو في احداث الكوارتر الاول والثاني. يبدا الهجمه كريم حاتم. كريم 6 نقاط، ده الفارق مره ثانيه بعد ما كان 10 نقاط. ديكيجو بالهاند اوف مع عمرو الجني، عمرو مهاب ياسر، عمرو في البنتريشن، عمرو بالفلوتر شوت، عمرو ينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول. يقول لهم هنا افتحوا الملعب، افتحوا الملعب، محدش يجيلي، افتحوا الملعب. يقدر يخلص واحد على واحد، لو حد ساعد في الهلب في الديفنس مع نادي الزمالك يقدر يطلع كيك اوت على شوطه، معاها اكسترا باص على شوطه ثانيه، يقدر يعمل حلول كتير عمرو الجندي لما قال لهم افتحوا الملعب. لكن عمرو الجندي على الفري ثرو الاول ورا 200 حركه. رمية حرة أولى ناجحة لعمرو الجندي. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية لعمرو. ينجح في التسجيل عمرو الجندي. ثلاثة وثلاثين خمسة وعشرين، دقيقتين 17 سنة متوقعة على نهاية أحداث الكوارتر الثاني. عمر هشام يتولى هو بوزيشن 1 أو مركز صانع الألعاب بدلا من ديماركو. استلم ديماركو بيحاول يعمل سبين كده، ياخد سكرين من عبد الناصر، الدبل تيم بيطلع له، الإكسترا باص عند عمر هشام، عمر هشام في البنتريشن، يسلم لخالد عبد الناصر تحت الباسكت، ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول، ديفينسيف ريباوند والأروع من كيجو. نزل مروان سرحان. عمرو الجندي سكرين عمرو، يقلب الملعب على طول لكريم حاتم، كريم على الاوبن شوت، كريم لكن ما يسجلش، يلم دي ماركو على طول ديفنسيف ريباوند، يطلع لاحمد ياسر الفاص بريك، راح احمد ياسر سلم لخالد عبد الناصر، يلف ويرتكز ينجح في تسجيل نقطتين عشان يبدأ الفارق الى 6 نقاط مره ثانيه. 27 33 للاهلي والاهلاويه. ايهاب امين يسلم لكيجو، كيجو لعمرو الجندي لكن المره دي تقع منه، يخطف على طول نادي الزمالك عن طريق مهاب ياسر اللي بينجح في تسجيل دن وتايم اوت يطلبه على طول كوتش اوجوستي لايقاف تقدم نادي الزمالك ومعالجه الاخطاء. تايم اوت طلبه كوتش اوجوستي. دقيقه 14 سنه متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الثاني، يعني الفارق الى 4 نقاط بعد ما كان وصل الى 21 31 لصالح النادي، وصل الى 10 نقاط. تعليمات كوتش اوجوستي. الاهلي عامل 6 تيرن اوفر، 7 تيرن اوفر، والزمالك عامل 5. نسبة التيرن اوفر عند النادي الاهلي اعلى، ان كانت قريبه من نادي الزمالك لكن النسبه عند النادي الاهلي اعلى. الستيل الاهلي عامل 2، الزمالك عامل 4 ستيل او السرقه المشروعه في عالم كره السله. 4 نقاط هو الفارق، 33 29 لصالح النادي الاهلي. في جيم 2 نصف نهائي دوري السوبر لموسم 23 24. طرفي نصف نهائي الاخر هو الاتحاد وسبورتين اللي هيبداوا ان شاء الله يوم 24/5، يوم 25/5، يوم 27، يوم 28، يوم 30/5. في هذه الفتره ان شاء الله الاهلي هيكون بيلعب نهائيات البال في كيجالي رواندا. كل التوفيق للماتادورز. انتهى التايم اوت،
طلب الكوتش اوجوستي، اربع نقاط زي ما حضراتكم شايفين في الشاشه في 14 ثانيه. يضغط نادي الزمالك، يسلم على طول لكريم حاتم. كريم يبدا الهجمه مع عادل ماركو، عدى كريم، لسه كريم مع الكوره، سيطر على الكوره كريم، سلم على طول للجندي. الجندي الجندي في الدرايف، لسه الجندي، الجندي في البنتريشن بالفلوتر شوت، الجندي ينجح في تسجيل نقطتين، عمرو الجندي يوسع بهم الفرق مره ثانيه الى ست نقاط. دي ماركو، لسه دي ماركو يسلم لعمر هشام، ياخد بالري سكرين مره ثانيه عمر هشام، بيك اند رول ولا يروح يصل، والبلوك الثاني روعه الروعه من مصطفى كيجو، ينجح في منع الباسكت من عن طريق عمر هشام. بلوك اول امام معاذ ايمن، والبلوك الثاني امام عمر هشام، تقريبا من نفس المنطقه ومن نفس الاريا. استلم خالد عبد الناصر، عايز يجرب حظه على الاوبن شوت، لكن ارتكب ترن اوفر ومخالفه المشي بالكوره على خالد عبد الناصر، والاوتسايد لصالح الاهلي والاهلاويه. 35 29 بعد التايم اوت، كوتش اوجوستي عدل يعني تقدر تقول كده دفاعات الاهلي، رجعت لمستواها المعهود مره ثانيه مع تركيز في الهجوم وانهاء الهجمات. ده اللي شفناه في الكام هجمه اللي بعد اللي عقبت على طول التايم اوت. عاد براندون الى ارض الملعب مره ثانيه، براندون تشيلدرس، براندون عدى مع دي ماركو، ياخد سكرين براندون، براندون اوبن شوت، براندون 3 بوينت، براندون ينجح في تسجيل ثلاث نقاط. براندون ست محاولات للاهلي على ال 3 بوينت، نجح في تسجيل ثلاثه بنسبه 50% في احداث الكوارتر الثاني. دي ماركو معاه ايهاب امين، خرج كريم حاتم يستلمه على طول ايهاب امين، خرج ابو النصر يستلمه ايهاب امين، ادي ستيل سيطر عليها دي ماركو شاط، لا لسه سلم على طول خالد عبد الناصر، لكن هنا في خطا شخصي وفاول على كيجو، خطا شخصي وفاول على كيجو لصالح خالد عبد الناصر برميتين حرتين، تو شوتس ورميتين حرتين لخالد عبد الناصر. ست اجزاء من الثانيه متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الثاني، 29 38 للاهلي والاهلاويه. رمية حرة أولى غير ناجحة لخالد عبد الناصر. فري ثرو أول غير ناجح لخالد عبد الناصر، فري ثرو ثاني خالد عبد الناصر. لا يسجل. يزوق الكرة إيهاب أمين عشان تأتي معها صفرة انتهاء أحداث الكوارتر الثاني بتقدم النادي الأهلي بنتيجة 38 29. أعزائي المشاهدين استراحة قصيرة ما بين أحداث الكوارتر الثاني والثالث، نذهب بها سريعا إلى استوديوهاتنا التحليلية بقيادة كابتن هيثم، الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، إليك الميكروفون. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوفه الكرام كابتن محمد طاهر رجب والكابتن محمد السلعاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم مرة ثانية من صالة برج العرب وقناة النادي الأهلي لنقل احداث ديربي العاصمه الاهلي والزمالك جيم 2 نصف نهائي دوري السوبر لموسم 23-24. للي ما كانش متابع معانا، انتهت احداث الفتره الاولى والكورتر الاول بنتيجه 18-13 لصالح النادي الاهلي عفوا، ثم الفتره الثانيه انتهت بنتيجه 38-29 لصالح النادي الاهلي. بدايه احداث الكورتر الثالث، توب سكورر في النادي الاهلي حتى هذه اللحظات هو براندون برصيد 15 نقطة، يليه إيهاب أمين برصيد 7 نقاط. أما نادي الزمالك فالتوب سكورر حتى هذه اللحظات أو أعلى مسجلي اللقاء هو مهاب ياسر ب 8 نقاط، ثم دي ماركو ب 8 نقاط أيضا. تعليمات أخيرة من الكوتش أوجوستي لبداية أحداث الكوارتر الثالث، يسعى الأهلي إلى الفوز بنتيجة 3-0 زي ما قلت لحضراتكم، الاستعداد الى البال اللي هتقام ان شاء الله في العاصمه كيجالي في رواندا يوم 24/5 القادم، طرفي نصف النهائي القادم. في المقابل هيبقى نادي الاتحاد وسبورتنج اللي هيبداوا نصف النهائي ان شاء الله يوم الجمعه 24/5. على بركه الله ستارت اللاين اب للنادي الاهلي، ابو النصر، مروان سرحان، براندون، عمر طارق،
وإيهاب أمين. ده الخماسي اللي هيبدأ بيه كوتشو جوس الكوارتر الثالث. تعليمات أخيرة كده كوتش أوجستي لعمر طارق. طلع التيشيرت يا إيهاب. حوار ما بين كابتن محمود الحكم ومحمد أبو النصر لاعب النادي الأهلي. ستارت اللاين أب لنادي الزمالك. عمر هشام متواجد على أرضية الملعب، أحمد ياسر، دي ماركو، معاذ أيمن، و الخامس هو خالد عبد الناصر. حيازة تبادلية لصالح نادي الزمالك. كابتن النشاوي يلقي التعليمات الأخيرة قبل بداية أحداث الفترة الثالثة والكوارتر الثالث. يبدأ الهجمة عن طريق دي ماركو، يسلم لأحمد ياسر. أحمد ياسر بالهاند أوف مع عمر هشام. دفاعات النادي الأهلي مان تو مان. عدى عمر هشام في كندرول مع خالد عبد الناصر اللي بيسيطر على الكرة، لكن في هنا إصابة لعمر طارق. ودفاعات قوية، الكيك أوت والإكسترا باص، إكسترا باص ثاني لدي ماركو اللي بيهوش وبيشوط على الأوبن شوت ما يسجلش، لكن هنا لازم الملعب يقف. في لعيب مصاب، في لعيب مصاب، لازم الملعب يقف. وإصابة واضح إنها يعني قوية. عمر طارق واضح ان الاصابه قويه. سلامات لعمر طارق. نشوفها مره ثانيه. الركبه في ركبه ما بين خالد عبد الناصر وعمر طارق. يعني انا بس كنت اتمنى يعني على طول الهجمه تقف ونطمن على اللاعب، يعني ده اللي كنت اتمناه بصراحه. سلامات لعمر طارق البيج او. مطمئن على عمر طارق ان شاء الله يقوم بالسلامه. لا ان شاء الله كدمه من وضعيه الثلج كده، ان شاء الله دي كدمه بسيطه باذن الله ويقوم بالسلامه ان شاء الله عمر طارق. سلامات لعمر طارق. نزل مكانه كيجو زي ما حضراتكم شايفين. الجهاز الطبي دكتور محمد جاد والدكتور احمد حسن بيطمئنوا عليه. سلامات لعمر، الحمد لله قام بالسلامه ان شاء الله، يعني ان شاء الله ما تبقاش اكتر من كدمه ان شاء الله. ان شاء الله سلامات لعمر. وضع قدمه على الارض كده، يبقى ان شاء الله باذن الله تكون حاجه بسيطه باذن الله. الف مليون سلامه للبي جو عمر طارق. الحمد لله. سلامات لعمر اللي خرج ونزل مكانه كيجو، واحد من نجوم اللقاء مصطفى كيجو. 12 ثانية على 14 ثانية جديدة على زمن الهجمة لنادي الزمالك. ما زال السكور كما هو 38-29. عمر هشام السكرين والسكرين مرة ثانية مع خالد عبد الناصر. بيك اند رول يروح خالد عبد الناصر ما يسجلش، على طول مروان سرحان في الديفنسيف ريباوند ويسلم بدوره للبوب إيهاب أمين. إيهاب يبدأ الهجمة. إيهاب إيهاب لكيجو. براندون في الهاند أوف لسه. براندون براندون درايف من تغيير الاتجاهات، سلم اسيست ولا اروع. براندون ينجح فيه، ينجح في ترجمته على طول. كيجو بنقطتين بعد اسيست، ما فيش اجمل من كده، ما فيش اروع من كده من براندون. نشوفه مره ثانيه. براندون جنب ثلاثه عليه على طول. هنا كيجو ياخد بوزيشن ويتحرك كويس قوي وينجح انه ياخد الكره ويسجل نقطه على طول. ستيل ناجح من ابو النصر. هجمه ثلاثه على واحد. يقف عند ايهاب امين. ايهاب لسه ايهاب بص على القطع له ولا هيلعب سيت بلاي. بدا السيت بلاي. اكسترا باص هنا عند مروان سرحان، اوبن شوت مروان لكن ما يسجلش. يلم على طول احمد ياسر ويسلم بدوره لدي ماركو. دي ماركو يطلع من الملعب بسرعه مع ابو النصر زي ما قلت لحضراتكم. ادغار عليه، قرار صحيح من كابتن منشاوي وكابتن محمود وكابتن ايني ووك وترافلينج على دي ماركو. زي ما قلت لحضراتكم هتلاقي تغييرات على دي ماركو ما بين ايهاب امين، ابو النصر، وكريم حاتم. هم اسرع ثلاثه والقوه البدنيه بتاعتهم تواكب السرعه والقوه لدي ماركو. يبدا الهجمه على طول عن طريق كيجو.
يسلم لإيهاب أمين، إيهاب ياخد سكرين، إيهاب بيعدي في الوان الوان، إيهاب لسه إيهاب في البنتريشن، إيهاب بشماله، إيهاب ما يسجلش سكند شانس ولا أروع من كيجو، لكن هنا في صفرة وخطأ شخصي على مصطفى كيجو يحتسبه كابتن محمود. نخلي يا مخرجنا الكاميرا مع كابتن محمود نعرف القرار إيه بالظبط، هل هيحتسبها فاول على كيجو؟ هنشوفها مرة تانية. في دفع، في دفع من كيجو، في دفع من كيجو بإيده الشمال، في دفع واضح من كيجو، لكن القرار إيه؟ القرار خطأ شخصي على كيجو. 40-29 لصالح الأهلي والأهلاوية. علي عمر يسلم على طول لأحمد ياسر بالهاند أوف مع عمر هشام، ترك دي ماركو دلوقتي، عمر هشام بالري سكرين، عمر هشام ستيب باك وأوبن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيل 3 نقاط وأولى النقاط لنادي الزمالك في أحداث الكوارتر. براندون يبدأ الهجمة، براندون عدى براندون، يسلم على طول لإيهاب أمين، إيهاب الأوبن شوت بالرد يأتي سريعا من بوب إيهاب أمين، 3 نقاط تانية ينجح في تسجيلها إيهاب أمين برد سريع على عمر هشام. يبدأ الهجمة نادي الزمالك، علي عمر 43-32 12 نقطة والفارق، بسكيب باس على طول عند عمر هشام، علي عمر يقف ويطلع السكيب الكيك اوت مرة تانية عند عمر هشام، 6 ثواني 5 ثواني عمر هشام في الدرايف، 1-1 يصل في الأخير ينجح في التسجيل، عمر هشام نقطتين وينجح في تسجيله وده الفرق إلى 10 نقاط مرة تانية، أعلى فرق ما بين الفرقتين كان منذ لحظات 12 نقطة لصالح النادي الأهلي. براندون يبدأ الهجمة، مان تو مان نادي الزمالك على النادي الأهلي، عدى على طول ايهاب امين، ايهاب في الاوبن شوت، ايهاب على 3 بوينت، ايهاب الثانيه لايهاب ينجح في تسجيلها، 2-2 ايهاب امين في احداث الكوارتر الثالث ينجح في تسجيله، معلل الفرق مره ثانيه الى 12 نقطه، 46-34 علي عمر في درايف، علي بيك اند رول مع خالد عبد الناصر اللي يصل وينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الزمالك، الفرق مره ثانيه الى 10 نقط. ايهاب عدى ايهاب بالسكرين، لسه ايهاب في البنتريشن، مروان سرحان درايف، مروان باك بيفوت روعه، مروان يلف ويرتكز وتحت الباسكت يسلم على طول لمين؟ لكيجو اللي بينجح في تسجيل نقطتين، يبدع في الكوارتر الاول والثاني في الريباوند، يتالق في الهجوم مصطفى كيجو، واخد يتحرك في ظهر المدافعين كويس جدا. هنقول لكم ارقص عمر هشام ثالث البلوكات على طول لكيجو، يسلم في الاوتلت لمين؟ ايهاب امين، ايهاب في الاول ذا واي يسلم لبراندون، براندون على الاوبن شوت، براندون لكن ما يسجلش، وفينسيف رواند على طول عند علي عمر، يستلم على طول عمر هشام في البنتريشن، عمر يروح ما يصل لكن ما ينجحش في التسجيل، يكون تصل الكره الى معاذ ايمن يقلب الملعب لاحمد ياسر، احمد ياسر في الاوبن شوت ينجح في تسجيل 3 بوينت لصالح نادي الزمالك، محاولتين لنادي الزمالك على 3 بوينت في الكوارتر الثالث نجح في تسجيلهم، 3 محاولات النادي الاهلي على 3 بوينت نجح في تسجيل كيجو، يسلم لبراندون، براندون هوش حلو قوي، عدى الاختراقات براندون كيك اوت عند مروان سرحان، مروان في الاوبن شوت، مروان على 3 بوينت، مروان ينجح في تسجيل 3 نقاط روعه روعه، مروان سرحان بعد اسيست رائع من براندون شيلدرس، عدى علي عمر يسلم لخالد عبد الناصر، خالد بالهاند اوف مع علي عمر يعمل سكرين، علي لسه علي، علي في الدرايف بالميديم شوت بالفلوتر ما ينجحش في التسجيل، تصل لعلي مره ثانيه اللي بينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الزمالك. براندون يبدا الهجم، براندون سلم لكيجو، كيجو لإيهاب امين، ايهاب 1-1 ايهاب، ايهاب على الاوبن شوت، ايهاب من بعيد ايهاب لكن ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول نادي الزمالك عن طريق عمر هشام، عمر هشام في الاول زاويه يروح يطلع كيك اوت لاحمد ياسر، احمد ياسر على الاوبن شوت الثانيه ينجح في تسجيلها، 3 محاولات من اصل 3 محاولات ينجح نادي الزمالك في تسجيلهم على 3 بوينت، 53-44 ايهاب امين خطا شخصي وفاول لصالح.
معاذ ايمن. نادي الزمالك يعود مهاب ياسر، احمد اسماعيل يعود الى ارض الملعب مره ثانيه. يخرج مروان سرحان وينزل عمرو الجندي. اوت سايد اهلاوي، استلم على طول عمرو الجندي واللي وسع. يبدا الهجمه عن طريق براندون، ياخد سكرين براندون، 1-on-1 براندون، براندون على الاوبن شوت، براندون على 3 بوينت، براندون ينجح في تسجيل نقطته ال 18 في احداث الكوارتر الثالث. براندون تشيلدرس عشان يعلي الفرق الى 56-44، متبقي وانتهى 3 دقائق و50 ثانيه على احداث الكوارتر الثالث. كوارتر سريع نجح فيه الاهلي بفرض سيطرته مره ثانيه. مهاب ياسر على الاوبن شوت ينجح في تسجيل الثلاثيه الرابعه في احداث الكوارتر الرابع. 56-47 ده الفرق الى 9 نقاط. ايهاب امين، ايهاب لبراندو في البيز لاين، براندو يعمل الدرايف يسلم لكيجو، كيجو تحت الباسكت. لسه بقول لكم واحد من اللعيبه النهارده السناتر اللي تقدر تتحرك في ظهر الديفنس كويس جدا وياخد بوزيشن كويس قوي واماكن كويسه يقدر يخلق بيها فرص في الاسيست وينجح في الحصول عليها ويسجل منها. قلب النادي الاهلي في الزون ديفنس. مهاب ياسر طبعا زون ديفنس ليه؟ عشان يقدر يمنع باي شكل كل 3 بوينت اللي متسجله، خاصه ان انت نادي الزمالك مسجل اربع ثلاثيات من اصل اربع ثلاثيات في الكوارتر الثاني. تراي للباسكت على الباسكت من نادي الزمالك، لكن دفاعات الاهلي قويه، ريباوند متواجد، يستلم براندون ويبدا الهجمه. براندون براندون لسه براندون براندون خده كيجو بوزيشن، لكن قلب السكيب باص عند ايهاب امين. ايهاب امين في الاوبن شوت، ايهاب كيجو ديفنسيف اوفنسيف ريباوند روعه، لكن هنا في خطا شخصي وفاول على احمد ياسر. 58-47 مصطفى كيجو 13 ريباوند حتى هذه اللحظات مقابل 9 نقاط نجح في تسجيلهم مصطفى كيجو. براندون 4 اسيست. يبدا ايهاب امين الهجمه، ايهاب في الدرايف، ايهاب ميديم شوت ايهاب، لكن اير بول وتطلع اوتسايد لصالح نادي الزمالك. اوتسايد زملكاوي، يبدا الهجمه على طول عن طريق علي عمر. 58-47 دقيقتين 19 ثانيه متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الثالث. علي عمر خد سكرين لكن تخبط في رجله كده وبتطلع اوتسايد لصالح نادي. براندون 18 نقطة، 13 نقطة ايهاب امين، 11 نقطة كيجو. خرج ايهاب امين نزل مكانه كريم حاتم. عدى كريم حاتم. كريم لكن هنا في خطأ شخصي وفاول على علي عمر. كيجو 14 ريباوند ما شاء الله كيجو و11 نقطة مسجلهم حتى هذه اللحظة. اسيست عمرو الجندي و براندون متصدرين اسيست باربعة اسيست. كيجو يستلم، كيجو في الوان ون، كيجو سيطر على الكرة لكن تقطع منه وتعمل السيل على طول عن طريق علي عمر. علي في الاول زاوية، علي راح علي وصل لكن ما يسجلش، يلم على طول كيجو يعدل ويعتذر كده الكوتش وغسله. استلم براندون على طول ويبدأ الهجمة. براندون براندون عدى براندون، براندون في الدرايف واحد على واحد واوت سايد او فاول عفوا على نادي الزمالك على مهاب ياسر وخطا شخصي. اعتراضات على كابتن ايمي ويحذر كابتن ايمي. يتم تحذير من قبل كابتن ايمي ويقف اعتراض. عاد عمر طارق مره ثانيه الى ارض الملعب بدلا من كيجو، سلامات لعمر طارق. اوتسايد اهلاوي. وتغيير احمد عزب بدلا من هشام. نادي الزمالك يوريه تغيير كوتش وائل بدر. استلم على طول كريم حاتم، سلم بالهاند اوف على طول لبراندون. 10 ثواني على زمن الهجمه. براندون براندون لسه براندون براندون وادي يقلب الملعب على طول لعمرو الجندي. عمرو الجندي بالفلوتر شوت ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول لاحمد اسماعيل يسلم لعلي عمر. علي عمر علي عمر لسه علي، يستلم على طول لمهاب
لشعب ياسر، يقلب الملعب لاحمد عزب. عزب من بريتريشن ميدل، لكن براندون يرتكب خطا شخصي وفاول لصالح احمد عزب. بس الاهلي زون ديفنس وتو شوتس لاحمد عزب. عاد زي ما قلت لحضراتكم عمر طارق، الحمد لله اصابه كدمه كده بسيطه زي ما قلت لحضراتكم، عاد الى ارض الملعب مره ثانيه. كل التوفيق للبيك او عمر طارق. عزب على الفري ثرو الاول. ينجح في التسجيل. الفارق الى 10 نقاط. 58 48. عزب على الفري ثرو الثاني. ينجح ايضا في التسجيل. يبقى الفارق الى 9 نقاط. 10 ثواني على نهايه تحديث الكوارتر الثالث. كريم حاتم. كريم لسه كريم. سالم لبراندون. براندون بالسكرين مع عمر طارق. عدى براندون. براندون على اوبن شوت. براندون على 3 بوينت، لكن ما سجلش احمد اسماعيل على طول في الديفنسيف ريباوند، ويسلم لعلي عمر. علي لسه الاهلي زون ديفنس. مواب ياسر لاحمد عزب لعلي عمر مره ثانيه في البيز لاين لاحمد اسماعيل. احمد اسماعيل يعمل اختراق من البيز لاين، هنا مخالفه المشي بالكره. قرار صحيح، قرار صحيح، مخالفه المشي بالكره والووك وترافلينج على احمد اسماعيل. براندون يخرج، ينزل ايهاب امين. كوتش اوجستي شارك جميع اللاعبين فيما عدا عمر عزب حتى هذه اللحظه. 11 10 لاعبين شاركوا في احداث المباراه فيما عدا عمر عزب لم يتواجد في ارض الملعب حتى هذه اللحظه. اخر 30 ثانيه اعزائي المشاهدين. عمرو الجندي. عمرو 9 ثواني على زمن الهجمه. عمرو في الاختراقات. عمرو في البنتريشن. عمرو ينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول بالتو شوتس لصالح الجندي. عمرو الجندي على التو شوتس. عمرو في الاختراقات. عمرو في البنتريشن. حمى كورته عدى كويس قوي. هنا الفاول على خالد عبد الناصر. عمر طارق بيقول له انا كنت فاضي في البيس لاين، سلمها لي وانا هحط باسكت على طول. حصل هنا تكنيكال فاول على الجهاز الفني لنادي الزمالك او احد اللاعبين، يمكن ما بانتش معانا لكن الوضعيه دي تكنيكال فاول وخطا فني على نادي الزمالك. ايهاب امين نجح في تسجيل الرميه الحره الخاصه بالتكنيكال فاول، ونعود الى الرميتين الحرتين والتو شوتس لصالح عمرو الجن. عمرو الجندي على الرميه الحره الاولى والفري ثرو الاول، ينجح في التسجيل. يوسع الفارق الى 60 49 11 نقطة. في شوط ثاني ورمي حرة ثانية للجندي. لا يسجل. يلم على طول أحمد ياسر، يسلم لعلي عمر. ثواني أخيرة على نهاية أحداث الكوارتر الثالث. 60 الأهلي 49 زمالك. 10 ثواني علي عمر يلف ويرجع. زون ديفنس لا زال النادي الأهلي، يقلب الملعب على طول لأحمد عزب. أحمد عزب علي عمر على أوبن شوت. علي يشوط لكن ما نجحش في التسجيل. خالد عبد الناصر سكند شانس تصل في الاخير الى مين؟ كانت هنا صفره انتهاء احداث الكوارتر الثالث هي الاسرع، والنتيجه 60 49 اعزائي المشاهدين. استراحه قصيره اعزائي المشاهدين ما بين احداث كوارتر ثالث ورابع اللي نجح الاهلي فيهم يسجل 12 نقطه في مقابل نادي الزمالك سجل 20 نقطه بعد ان انتهى الكوارتر الثاني بنتيجه 38 29. نجح النادي الزمالك في تسجيل 20 نقطة في أحداث الكوارتر الثالث، والأهلي نجح في تسجيل عفوا 22 نقطة. كان يمكن أكثر توب سكورر أو أكثر سكور تم تسجيله في الكوارتر الثالث كان عن طريق لاعبي نادي الزمالك، أربع ثلاثيات ب 12 نقطة. جانب من جمهور النادي الأهلي العظيم الحاضر في لمؤازرة النادي الاهلي. تعليمات كوتش اوجستي ما بين احداث الكوارتر الثالث والرابع. واقول لحضراتكم على بعض الاحصائيات.
3 بوينت الاهلي شايد 24 محاولة نجح في تسجيل 10 برصيد 41%، الزمالك نجح في تسجيل 6 محاولات من اصل 18 بنسبة 33% على 3 بوينت. اما على الفاول شوتينج الاهلي 15 محاولة نجح في تسجيل 10 بنسبة 66%، 6 محاولات لنادي الزمالك على الفري ثرو نجح في تسجيل 3. الريباوند الاهلي 31 ريباوند، الزمالك 35 ريباوند. اما الاسيست الاهلي 13 اسيست او تمريره مساعده حاسمه مقابل 11. توب سكورر في النادي الاهلي براندون 18 نقطه، ايهاب امين 14 نقطه، كيجو 11 نقطه. اما نادي الزمالك مهاب ياسر 11 نقطه، ديماركو 8 نقاط، احمد عزب 7 نقاط. في التوب ريباوند او التوتال ريباوند كان الاعلى طبعا هو مصطفى كيجو برصيد 15 ريباوند، احمد اسماعيل يقابله في نادي الزمالك 5، احمد ياسر في الزمالك ايضا 5، دي ماركو 5، وعمر طارق 7 اللي عاد بعد الاصابه كده بعد الكدمه الخفيفه اللي تلقاها من خالد عبد الناصر عاد ب 7 ريباوند، وهاب امين ب 2 ريباوند. بدايه احداث الفتره الرابعه والاخيره للمباراه، تقدم النادي الاهلي بنتيجه 60-49. المباراة الأولى انتهت زي ما قلت لحضراتكم بنتيجة 79 الأهلي 60 الزمالك. ستارت اللاين أب للنادي الأهلي كريم حاتم، عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، ومروان سرحان. أما الستارت اللاين أب لنادي الزمالك احمد عزب، علي عمر، مهاب ياسر، خالد عبد الناصر، واحمد ياسر، احمد ياسر عبد الوهاب. الحيازه اهلاويه، استلم على طول كريم حاتم، ضغط عليه احمد عزب من اول الملعب، كريم حاتم عدى لسه كريم، سلم على طول لايهاب امين، ايهاب لكن اولى الاخطاء الشخصيه على علي عمر من نادي الزمالك. ايهاب امين لكن هنا اوفنسيف فاول، واحتسب الكابتن ايني على مروان سرحان رقم 6 من نادي الاهلي. اوفنسيف فاول على مروان سرحان. يبدا الهجمه نادي الزمالك. لسه الاهلي زون ديفنس، امان تو مان عفوا. عدى احمد عزب لكن هنا خطا شخصي وفاول على ايهاب امين، ثاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي في احداث الكوارتر الرابع. منتومان لازال النادي الاهلي، استلم على طول احمد ياسر، يسلم ويقلب الملعب لخالد عبد الناصر بالهاند اوف لعمر، لعلي عمر، علي عدى بالسكرين، علي في البنتريشن، علي في الدرايف، علي في الاختراقات، ينجح في تسجيل نقطتين اولى نقاط احداث الكورت الرابع لنادي الزمالك، ينجح في تسجيلها، ده الفرق الى 9 نقاط 51-60 لصالح الاهلي والاهلاويه. ايهاب امين يبدا الهجمه، ايهاب، ايهاب لسه ايهاب بالسكرين مع عمر طارق، ايهاب يقلب الملعب عمرو الجندي تحت الباسكت على طول لايهاب امين لعمر طارق اللي بيلف وارتكز، لكن هنا في خطا شخصي وفاول على احمد عزب يستوجب تو شوتس ورميتين حرتين، رميتين حرتين وتو شوتس لصالح عمر طارق. تو شوتس ورميتين حرتين لعمر طارق. عمر على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل، فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه لعمر طارق، يسع الفارق الى 10 نقاط عمر طارق. عمر طارق والفري ثرو الثاني لا يسجل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند نادي الزمالك عن طريق علي عمر، يبدا علي عمر الهجمه، علي لسه علي يلم الملعب لاحمد عزب، عزب ما زال عزب بالسكرين، عدى عزب ميديم شوت، عزب شوت لكن ما يسجلش، يلم على طول مروان سرحان بفدائيه شديده جدا ويطلع على طول لكريم حاتم اللي ياخد الميدل، لكن هنا في
فاول. كل الناس بتشاور على انها ان سبورتسمان لايك فاول، لكن كابتن منشاوي قال انها فاول وخطا شخص. مراجعه الاي ار اس من كابتن ايني. هل طيب هيراجع ليه الاي ار اس؟ كوتش اوجستي طلب التشالنج ليه؟ لان دي هجمه واعده، ولو ثبت في الاي ار اس انها هجمه واعده اذا يتم احتسابها ان سبورتسمان لايك فاول. يعني ايه هجمه واعده؟ يعني واحد رايح من لاعبي النادي الاهلي للباسكت في اتجاه الباسكت في الفاست بريك وحد اعترض بخطا شخصي، اذا لو بانت كده في الاي ار اس فيتم احتسابها قانونيا ان سبورتسمان لايك فاول. حوار ما بين كابتن منشاه وكابتن محمود نشوفها مره ثانيه. ادي هنا بدات الهجمه من هنا، شاط احمد عزب لم على طول مروان سرحان طلع الاوتلت. ادي عد معايا 2 3 4 5 6 ادي السابع والثامن. هنا عنده فرصه الهجمه واعده، ده اللي هيقوله الاي ار اس. ثبت ان في هجمه واعده اذا يتم احتسابها ان سبورتسمان لايك فاول. ستين 51. خلينا مع الحكام وهنشوف قرارهم ايه دلوقتي. زي ما قلت لحضراتكم الحكم هو اللي بيروح للاي ار اس، لا يستدعيه الاي ار اس بس الكره. كابتن منشاوي قال الاي ار اس ان سبورتسمان لايك فاول زي ما قلت لحضراتكم وشرحناها لكم في الاعاده. كان ست لعيبه في منطقه النادي الاهلي الخلفيه في حين ان كريم حاتم نشوفها مره ثانيه. عد معايا وقف هنا الصوره. ادي اربعه من الاهلي والخامس استلم واثنين من لعيبه الزمالك. استلم كريم حاتم عدى من علي عمر، علي عمر وقفه بالاعتراض. هنا يتم احتسابها ان سبورتسمان لايك فاول. شكرا لمخرجنا على الاعاده وان سبورتسمان لايك فاول نجح في تسجيله كريم حاتم والحيازه للاهلي والاهلاويه. 63 51 نجح في تسجيل رميتين الحرتين. استلم عمرو الجندي، عمرو الجندي في الدرايف واحد على واحد، عمرو الجندي بالفلوتر ما ينجحش في التسجيل، يزق الكرة كده على طول وتصل الى احمد عزب. احمد عزب يبدا الهجمة. عزب بالسكرين مع خالد عبد الناصر، يعدي عزب لسه عزب لخالد عبد الناصر لكن يقطع في السكة كده على طول. مروان سرحان 12 ثانية متبقية على نهاية الهجمة، 8 دقايق 28 ثانية على نهاية المباراة. احمد عزب يطلع الاول يسلم على طول لخالد عبد الناصر، يبحث عن علي عمر يسلم بالهاند اوف بريتريشن علي عمر يتراجع عن موقفه. لسه علي عمر بسكرين مره ثانيه 1 ان 1 في كنترول مع خالد عبد الناصر يسلم لعلي عمر تحت الباسكت لكن بيج او واقف خالص. وهنا خلاص تاتي صافره ال 24 ثانيه، دفاعات قويه من الاهلي والاهلاويه تنتج عنها الحيازه للكره للنادي الاهلي. براندون يعود الى ارض الملعب بدلا من كريم حاتم. يضغط نادي الزمالك. دي ماركو يعود الى ارض الملعب ايضا بدلا من احمد عزب، وعمر هشام ايضا يعود الى ارض الملعب. يابا مين يستلم؟ دي طبعا ثقه من دي ماركو على براندون على طول. ايهاب امين يتولى مركز البوينت جارد او صانع الالعاب. ايهاب يسلم للجندي، الجندي من بعيد اوبن شوت الجندي لم يسجلش على طول. خالد عبد الناصر يسلم دي ماركو، دي ماركو لمهاب ياسر اللي لسه نازل بالهاند اوف لدي ماركو، دي ماركو لكن هنا ستيل روعه من النادي الاهلي، دفاعات قويه من الاهلي. يبدا على طول ايهاب امين. بص على الكوتش وبص كده وشوف هينفذ السيت بلاي ايه او البلان اللي على السيت بلاي ايه. لسه ايهاب بالسكرين مع عمر طارق. ايهاب اوبن شوت ايهاب 3 بوينت ايهاب لكن ما ينجحش في التسجيل. مهاب ياسر على طول ديفنسيف ريباوند وفي الاول زاوية يسلم لخالد يقلب الملعب على طول ليه فاست بريك لكن الستيل حاضر على طول من ايهاب امين. ايهاب يهدم ملعبه ويسلم ليه براندون. يبدا براندون الهجمه. براندون لسه براندون. براندون بالسكرين هنا الميس ماتش لكن في البيس لاين على طول مروان سرحان اوبن شوت مروان ما يسجلش. حاول معاها كده سكند شانس ايهاب امين وينجح في الحصول عليها لكن هنا في خطا شخصي وفاول. يعني الرياكشن باين اهو، الرياكشن باين. خطا شخصي وفاول على ايهاب امين. تايم اوت يطلبه كوتش وائل بدر. زي ما حضراتكم شايفين النتيجه 63 51 لصالح النادي الاهلي.
اقل من 7 دقائق 6 دقائق 59 ثانيه على نهايه احداث الكوارت الرابع والمباراه. %37 نسبة الفيل جول أو المحاولات سواء من داخل القوس أو من خارجه على 3 بوينت أو 2 بوينت. 53 محاولة للنادي الأهلي نجح في تسجيل 20، 56 محاولة لنادي الزمالك نجح في تسجيل 21. في الريباوند الزمالك 40 ريباوند، الأهلي 32 ريباوند. الأسيست الأهلي 14 أو المساعدات الحاسمة مقابل 11 للزمالك. الستيل 5 و5، بلوكات 3 بلوكات كان يتزعمهم على طول كيجو ب 3 بلوك مقابل بلوك وحيد نادي الزمالك. تيرن اوفر 13 نادي الزمالك 9 للنادي الاهلي. دي بعض الاحصائيات. ما زال براندون يتصدر التهديف برصيد 18 نقطه، لإيهاب امين 14، كيجو 11، اما من نادي الزمالك مواب ياسر 11، دي ماركو 8 واحمد عزب 7. انتهى التايم اوت اللي طلبه كوتش وائل بدر. 7 دقائق 4 ثواني على انتهاء احداث المباراه. 3 اخطاء على نادي الزمالك، خطأين على النادي الاهلي. يبدا دي ماركو الهجمه، سايب الكوره كده عشان الساعه تعد من نص الملعب، ياخد ال 24 ثانيه كامله داخل نصف ملعب النادي الاهلي. يبدا دي ماركو الهجمه، بيزله على طول ابو النصر. لسه دي ماركو، عدى دي ماركو، وادي هنا على طول اوبن شوت من احمد ياسر، يلحقها كده عمر هشام لكن كان دايس على اللاين واوت سايد لصالح نادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي. براندون يستلم، يبدا براندون الهجمه، لسه نادي الزمالك مان تو مان. براندون، براندون السكرين مع عمر طارق. براندون، براندون في الدرايف، براندون بنتريشن، براندون بيمينه، براندون ينجح الحصول على خطا الشخصي والتو شوتس والخطا على عمر هشام ايضا. رابع الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك، خطاين فقط على النادي الاهلي. اي خطا شخصي على نادي الزمالك يستوجب على طول رميتين حرتين والتو شوتس. براندون على الفري ثرو الاول. براندون شيلدرس الامريكي صاحب ال 26 سنه، متر 88 سنة. براندون والفري ثرو الاول على الرمي الحره الاولى. براندون ينجح في التسجيل. براندون تشيلدرس 64 51. براندون فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه ينجح في تسجيل نقطته ال 20 براندون في احداث المباراه. 23 نقطة في جيم 1، 20 نقطة حتى هذه اللحظات اعزائي المشاهدين، براندون يسجلهم كتوب سكورر في احداث جيم 2. دي ماركو، عدى دي ماركو لكن هنا في فاول وخطا شخصي على محمد ابو النصر. ارتفع الفارق الى 14 نقطة. اوتسايد، ثلاث اخطاء شخصية على النادي الاهلي. سايد 6 دقائق 17 ثانية على نهاية أحداث الكوارت الرابع والمباراة. دي ماركو يسلم على طول لخالد عبد الناصر، يبدأ خالد ويسلم لدي ماركو مرة ثانية، يقلب الملعب في البيز لاين على طول والأوبن شوت مهاب ياسر اللي بينجح في تسجيل 3 نقاط. مهاب ياسر، مهاب ياسر ينجح في تسجيل 3 نقاط. 5 نقاط سجلهم النادي. فاول على احمد عزب لبراندون وتو شوتس لبراندون. نتيجه الكوارتر الثالث انتهت بنتيجه 60 للنادي الاهلي. سجل النادي الاهلي في منتصف تقريبا في 4 دقائق سجل 5 نقاط، اما نادي الزمالك اللي انهى الكوارتر الثالث بنتيجه 49 سجل حتى هذه اللحظات ايضا 5 نقاط. تو شوتس لبراندون تشيلدرس. براندون على الفري ثرو الاول والرميه الحره الاولى ينجح في التسجيل. براندون فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه. براندون القادم من الدوري الالماني ينجح في تسجيل نقطته ال 22. براندون
يبدا دي ماركو الهجمه على طول. 67 54 راندو او دي ماركو عفوا دي ماركو يقف على الاوبن شوت. دي ماركو على 3 بوينت ما يسجلش. عمر عمر الجندي على طول يسلم الكره لبراندو. يبدا براندو الهجمه مع مهاب ياسر يضغط عليه لسه براندو يستعين بالسكرين من عمر طارق. عدى براندو براندو ويقلب الملعب على طول في السكيب باص روعه من ابو النصر. اكسترا باص واو على الباص على الباص يا براندو على الباص. ايه الباصه دي؟ ايه المتعه دي؟ قلتها لي يا مخرجنا في بلاي اوف ذا داي. الباصه دي نشوف اللعبه. ابو النصر الكيك اوت يطلع على طول للجندي والاكسترا باص. الراجل ما طمعش في الكوره. وان هاند باص ولا اروع لعمر طارق تنتهي بدنك وروعه الروعه في الاسيست يا براندو. تايم اوت يطلبه على طول كوتش وائل بدر بعد ارتفاع النتيجه الى 15 نقطه 69 54. اعزائي المشاهدين 69 54 لصالح النادي الاهلي. براندون يتصدر في التوب سكورر برصيد 22 نقطة حتى هذه اللحظة. كرة كبيرة من النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي والماتادورز بقيادة الكوتش اوجوستي امام نادي الزمالك. 5 دقائق 16 ثانية متبقية على نهاية احداث الكوارتر الرابع والمباراة. كوتش اوجوستي الاخيره عمرو الجندي ابو النصر عمر طارق براندون ومروان سرحان. سلم على طول احمد عزب دي ماركو خرج اللي هنشوفه دلوقتي. علي عمر يبدا الهجمه عادي. اعتقد ان دي ماركو خرج وبراندون يحتسب عليه خطا شخصي. خطا شخصي وفاول على براندون تشيلدرس. تو شوتس لاحمد عزب. دي ماركو يخرج ينزل مكانه احمد عزب. سبورتسمان ولا تكنيكال فاول؟ نتاكد ونعرف كده. انا سبورتسمان لايك فاول على براند. انا سبورتسمان على براند. نجح عزب في تسجيل فري ثرو الاول والثاني والاوت سايد لصالح نادي الزمالك. استلم خالد عبد الناصر يسلم على طول لعلي عمر. وابي ياسر بياخد بوزيشن. احمد عزب يعدي بالسكرين. عزب على اوبن شوت في الميديم شوت لكن ما يسجلش. البيكو على طول في الديفنسيف ريباوند ويسلم لعمرو الجندي على يمين. يبدا عمرو الجندي الهجمه ضغط عليه علي عمر. يعدي قبل الثمان ثواني عمرو الجندي. الجندي عدى الجندي تغيير الاتجاهات لسه عمرو الجندي في البنتريشن يقلب على طول لبراندون. براندون لسه براندون. 5 ثواني على زمن الهجمه. براندو بيتعمل معاه الستيل على طول من خالد عبد الناصر. يبدا الهجمه خالد في الاول زاويه. خالد راح خالد لكن هنا في خطا شخصي وفاول على عمر طارق. خالد عبد الناصر يحصل على الخطا الشخصي والفاول لصالحه. تمريتين حرتين اعتقد في اصابه هنا او كدمه لخالد عبد الناصر. سلامات لخالد واحد من نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر. يخرج عمر طارق ينزل مكانه كيجو يزل الدكتور لاسعافه. يجي 11 نقطة النهاردة 15 ريباوند. طارق خالد عبد الناصر سلامات يا خالد. القادم من طنطا موسمه الثاني في نادي الزمالك. ينزل مكانه أحمد إسماعيل. بس يظل الدكتور يبقى لازم يتم تغييره فورا. اسماعيل هياخد مكان خالد عبد الناصر في الفاول شوتين والرميتين الحرتين.
اسماعيل على الفري ثرو الاول، الرمي الحره الاولى، ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه لاسماعيل، احمد اسماعيل ينجح ايضا في التسجيل. يبدا براندون على طول الهجمه. براندون ضد ديفنس نادي الزمالك. يقلب على طول براندون لعمرو الجندي. براندون مره ثانيه، براندون لابو النصر تحت الباسكت لكيجو، كيجو بالسبان موف ويرجع ثاني لابو النصر. اخر ثواني في زمن الهجمه، لازم يخلص ويشوف دلوقتي الكيك اوت، لكن هنا تيرن اوفر وباد باس الثانيه الاخيره من ابو النصر والاوت سايد لصالح نادي الزمالك. طبعا الفرق ال 11 نقطه لصالح الاهلي والاهلاويه. يبدا على طول علي عمر من تمام النادي الاهلي، يسلم لاحمد اسماعيل، يبدا على طول وسلم لاحمد ياسر. السكرينات بتحصل، مين اللي هيستلم؟ لسه احمد ياسر معاه الكوره. دفاع قوي من النادي الاهلي. علي عمر اخر 7 ثواني في زمن الهجمه. علي عمر عدى بالسكرين، علي على اوبن شوت في 3 بوينت شوت، نجح في تسجيل 3 نقاط. علي عمر لاعب نادي الزمالك 61 69 8 نقاط، ده الفرق مره ثانيه. زون ديفنس نادي الزمالك، التمرير السريع والتحرك الاسرع هو السبيل الوحيد لضرب زون ديفنس. مروان سرحان في الباور لاب يشوط لكن ما ينجحش في التسجيل، يعمل ياخد السكند شانس وتراي مره ثانيه لكن ايضا لا ينجح. يلم على طول نادي الزمالك ويسلم لعلي عمر. علي يبدا الهجمه، علي ياخد كروس اوفر ويعدي في البنتريشن ويروح يصل في الاخير لا ينجح في التسجيل، يزق الكره على طول مروان لعمرو الجندي. عمرو الجندي يبدا الهجمه من اول وجديد، يهدى على ملعبه في السيت بلاي، شوف هيلعبوا ايه. قلب نادي الزمالك، لسه نادي الزمالك زون ديفنس 2 3. عمرو الجندي لابو النصر جاله بالسكرين، سلم لعمرو الجندي. عمرو الجندي في البنتريشن باك بيفوت، عدى عمرو بالفلوتر يروح ما يسجلش، كيجو سكند شانس ولا اروع. يلم على طول يقلب الملعب مروان سرحان، مروان بدوره على طول يسلم لبراندون. براندون 5 صنع من زمن الهجمه، براندون من بعيد، براندون اوبن شوت لكن اير بول واوت سايد لصالح نادي الزمالك. خرج مروان سرحان، نزل احمد مهيب، تغيير الجريل كوتش اوجوستي. يبدا الهجمه، علي عمر بالسكرين على طول ويسلم الهاند اوف لاحمد عزم. سكرين تاني من احمد اسماعيل، لسه احمد عزم يسلم تحت الباسكت لاحمد اسماعيل. تيرن اوفر وستير حاضر على طول من ايهاب امين. يبدا ايهاب الهجمه، ايهاب لسه ايهاب مان تو مان. قلب نادي الزمالك مره ثانيه في دفاعاته، براندون على اوبن شوت، براندون في 3 بوينت ما يسجلش، كيجو ينجح انه ياخد الاوفنسيف ريباوند وياخد معاه خطا شخصي وفاول لصالح مصطفى كيجو. 17 محاوله على الريباوند لمصطفى كيجو نجح في الحصول عليهم النهارده. فاول لصالح مصطفى كيجو، اللي ارتكب الفاول هو احمد اسماعيل، والتو شوتس لصالح مصطفى كيجو. ريسلو اول رمي حره اولى لمصطفى كيجو. لا يسجل. 2 6 ثواني على نهايه احداث المباراه. ريسلو ثاني ورمي حره ثانيه لكيجو. ينجح في التسجيل 12 نقطة كيجو، 17 باوند مصطفى كيجو. في خطأ شخصي وفاول، خطأ شخصي وفاول على إيهاب أمين برميتين حرتين لصالح نادي الزمالك. سمو كابتن عيني اسماعيل على تنفيذ الرميتين الحرتين.
في تشالنج دلوقتي من كوتش وائل بدري انه ياخد الاي ار اس ده اللي هنشوفه دلوقتي، لكن هو واضح ما فيش حاجه حتى هذه الفتره. حوار مع ترابيزه الحكام قياده كابتن احمد كامل مراقب المباراه. تو شوتس لاحمد اسماعيل لعداد الزمالك، لسه دقيقتين 6 ثواني متوقع نهايه الكوارتر الرابع اول مباراه، نتيجه 9 نقاط لصالح الاهلي والاهلاويه 70-61. احمد اسماعيل على الفري ثرو الاول والرابعه الحره الاولى ينجح في التسجيل، ده الفرق الى 8 نقاط. فري ثرو ثاني ورمية حره ثانيه لاحمد اسماعيل. لا يسجل كيزو على طول ديفنسيف ريباوند ولا اروع، يسلم على طول لايهاب امين يبدا الهجمه. ايهاب يرجع تاني نادي الزمالك زون ديفنس، ثلاث هجمات للنادي الاهلي على الزون ديفنس لنادي الزمالك ما سجلش ولا نقطه. هل هيقدر دلوقتي يخترق دفاعات نادي الزمالك في الزون ديفنس ويسجل؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. ثواني اخيره في زمن هجمه، الاتريشن الروعه من عمرو الجندي ينجح انه لا هنا كابتن هيني قال خطا شخصي اوفنسيف فاول على عمرو الجندي، خطا شخصي على عمرو الجندي. فاول وخطا مهاجم على عمرو الجندي يحتسبه الكابتن هيني لصالح نادي الزمالك. يبدا الهجمه على طول نادي الزمالك عن طريق علي عمر. علي مان تو مان النادي الاهلي. علي يسلم لاحمد ياسر بالهاند اوف مع علي مره ثانيه بالسكرين جاي له احمد اسماعيل، لسه علي مع الكوره يسلم لاحمد عزب. احمد عزب يستعين بالثلاثه بونت يشوط ما يسجلش، سكند شانس عند احمد اسماعيل اللي بيقع، لكن هنا مخالفه المشي بالكوره ووك وترافلنج على احمد اسماعيل لاعب نادي الزمالك. اوتسايد اهلاوي دقيقة 29 سنة متوقعة نهاية الكوارتر الرابع والمباراة. إيهاب أمين. إيهاب لسه إيهاب 8 نقاط هو الفارق لصالح الأهلي والأهلاوية. يسلم للجندي بساط سريعة براندو البنتريشن الإكسترا باص هنا عند أو كيك أوت عند مهيب اللي بيشوط، لكن هنا ما بينجحش في التسجيل وخطأ شخصي على كيف، خطأ شخصي وفاول على مصطفى كيف. شوتس لصالح نادي الزمالك. هي 10 ثواني على نهايه احداث الكوارتر الرابع والمباراه. كتاب كده من عمرو الجندي الكيجو. فري ثرو الاول والرمية الحرة الاولى احمد عزب ينجح في التسجيل، ده الفرق الى 7 نقاط فاضل دقيقة 10 ثواني. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية لاحمد عزب ينجح ايضا في التسجيل، ده الفارق الى 6 نقاط. براندو لسه براندو ضغط من نادي الزمالك في البريس فول كورت عند عمرو الجندي يرجع منها على 32 او زون ديفنس 2 3 يبدا على طول براندون يبدا الهجمه عند براندون بالسكرين يسلم للجندي، الجندي في البنتريشن الجندي بالفلوتر شوت الجندي لكن ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول احمد اسماعيل لكن يصير حاضر من ايهاب امين وياخد معاها الباسكت كاونت والاند 1 والخطا الشخصي على مهاب ياسر. كاونت 1 1 بعد السير روعه من ايهاب امين وينجح في اضافه نقطتين لصالح النادي. ادي هنا الستيل وادي الدرايف وادي الباسكت وادي الخطا الشخصي على مهاب ياسر. خمسه واربعين سنه متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الرابع والمباراة. ايهاب امين 16 نقطة. نجح في تسجيلهم في المباراة. ايهاب امين. اه والله. انا لسه بقول لك المباراة. ينجح في تسجيل نقطته 17 والاند 1 ايهاب امين. يتم تغييره على طول. كريم حاتم يعود الى ارض الملعب.
الماوي تطلبوا كوتش. سلام عبد الله وائل. نقطة لبراندون حتى هذه اللحظات. إيهاب أمين 17 نقطة زي ما قلت لحضراتكم. كيجو 12 نقطة، ده التوب سكورر الثلاثة الأوائل في التوب سكورر في النادي الأهلي، مقابلهم مهاب ياسر 14 نقطة، أحمد عزب 11، وعلي عمر 9 نقاط. في التوتال ريباوند الأعلى هو حتى هذه اللحظات هو كيجو ب 18 ريباوند، يقابله أحمد إسماعيل في نادي الزمالك بسبعة، عمر طارق 8 ريباوند، مروان سرحان 3 ريباوند في الأسيست، عمرو الجندي 5، براندون 5 خمسة اسيست، وهاب امين 3 اسيست. دي بعض الاحصائيات او بعض الارقام في احداث المباراة. تايم اوت اللي انتهى. حوار جانبي كده ما بين ايهاب امين والكوتش اوجستي، عمرو الجندي في ارض الملعب، كريم حاتم، ابو النصر مكان ايهاب امين، احمد مهيب، كيجو، خماسي النادي الاهلي في الثواني الاخيره 73 64، 9 نقاط هو الفرق لصالح الاهلي والاهلاويه. نص نادي الزمالك الهجمه و14 سنه من نص ملعب النادي الاهلي، دي بندجو كده ما بين اسماعيل، لكن هنا في خطا شخصي على مهيب. شوف شخصي وفاول على احمد مهيب، ورميتين حرتين تشوط سلاح احمد مهيب لمهاب ياسر. رميتين حرتين لمهاب ياسر. براندون و ايهاب امين يعودوا لارض الملعب مره ثانيه. هنا اعتقد في حاجه كده. تايم اوت في اي ار اس، راح من الاي ار اس، هو كده اعتقد ان هو رايح من الاي ار اس. نشوف قرار الاي ار اس ايه. في تشالنج كده حصل من كوتش وائل على الاي ار اس. كريم حاتم ونزل مكانه براندون، وخرج ابو النصر ونزل مكانه ايهاب امين. تغيير جرين كوتش وبص بعد الفاول على طول، نشوف الاي ار اس قراره ايه. انتظار قرار الاي ار اس، متابعه من كابتن احمد ايني والكابتن منشاوي، معاهم كابتن احمد شكاوي على الاي ار اس. 37 سنه متوقعه لنهايه احداث المباراه. تقدم النادي الاهلي بنتيجه 73 64، 9 نقاط هو الفارق لصالح الاهلي ولا لا. لسه في انتظار قرار الاي ار اس. انتهى القرار، هنشوفه دلوقتي. مراجعه اخيره كده من كابتن ايني وكابتن منشاوي. هنشوف قرار الاي ار اس ايه. على احمد مهيب برميتين حرتين. وهاب ياسر اي على الفري ثرو الاول والرمي الحر. فري ثرو اول والرمي الحر اول لمهاب ياسر ينجح في التسجيل، الفرق الى 8 نقاط 65 73. 37 سنه متوقع نهايه احداث الكوارتر الرابع والمباراه. مهاب ياسر على الفري ثرو الثاني ايضا ينجح في التسجيل، ده الفرق الى 7 نقاط. هيضغط نادي الزمالك. براندون يسلم لايهاب امين، ايهاب امين يعدي، ايهاب لسه، ايهاب لسه، ايهاب يسلم لعمرو الجندي، اكسترا باص عند براندون.
لسه براندون ويحصل على خطأ شخصي وفاول. براندون تشيلدرس على التو شوتس على طول والخطأ على مهاب ياسر. التو شوتس ورميتين حرتين لصالح براندون تشيلدرس. فري ثرو اول ورمي حره اولى لبراندون لا يسجل. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه لبراندون. ينجح في تسجيلها 23 نقطه سجلها براندون حتى هذه اللحظات في احداث المباراه 74-66 8 نقاط فارق لضد النادي الاهلي على الطريق مهيب. يبدا علي عمر الهجمه على طول علي يعود كريم حاتم الى ارض الملعب. علي في الدرايف واحد على واحد يروح علي ينجح علي يسجل علي وخطا شخصي على مصطفى كيجي. علي عمر ينجح في تسجيل نقطتين. براندون يعود ثاني الى ارض الملعب. حد يسالني يقول لي ايه التغييرات اللي بيجريها كوتش اوجوست دي ما بين نزول براندون في الدفاع في الهجوم ونزول كريم حاتم في الدفاع؟ ده طبعا كريم حاتم واحد من اللعيبه اللي بيعتمد عليهم كوتش اوجوست في الدفاعيه. علي عمر ينجح في تسجيل الفري ثرو والاند وان. وادي خطا شخصي ثاني لصالح عمرو الجن. اما براندون فواحد من الحلول الذكيه اللي بيستخدمها كوتش اوجوست في الهجوم سواء على الثري بوينت او الاختراقات او الاسيستات. فده فلسفة كوتش أوجوستي في التغييرات سواء دفاعيا او هجوميا. عمرو الجندي على الفري ثرو الاول الرمي الحرة الاولى. ينجح في التسجيل. عمرو الجندي فري ثرو اول ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورمي حرة ثانية ينجح ايضا في التسجيل. 7 نقاط عمرو الجندي في تسجيله في احداث هذه المباراه. مهاب ياسر في الاول زاويه مهاب يقف ويرتكز ويطلع الكوره وبراندون يعمل ستيل. براندون يلحق لكن علي عمر يلحق يضغط عليه احمد مهيب ويسلم على طول ليه مهاب اللي بيقلب الملعب الناحيه الثانيه لاحمد ياسر اللي بيلحق ويلحق ويسلم لاحمد عزب اللي بيشوط لكن هنا في صفره وخطا شخصي وفاول لصالح احمد عزب. هل ثلاث رميات حره ولا فاول بتو شوتس عادي؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. لكن اعتقد انها تو شوتس اعتقد هذا. احمد عزب في ثرو اول ورمي حره اولى. ثواني اخيره تقدر تقول عزيزي المشاهد نقطه سجلها 6 نقاط فرق 76-70 لصالح النادي الاهلي. احمد عزب على الفري ثرو الثاني ورمي الحره الثانيه نجح في الاولى ونجح في الثانيه ده الفارق الى 5 نقاط. هيضغط نادي الزمالك استلم على طول عمرو الجندي اللي خلاص ارتضى الفريقان بنتيجه المباراه وفاز نادي الاهلي بنتيجه 76-71. مبروك للنادي الاهلي اللي رفع رصيده في السيريس بيست اوف 5 الى 2-0. يتبقى لقاء يوم الجمعه ان شاء الله اذا انهى النادي الاهلي اصبحت النتيجه 3-0 وتاهل الى الفاينل. 1000 مليون مبروك للاهلي والاهلاويه والماتادورز الاهلاوي وبقياده الكوتش اوجوستي. حظ اوفر لنادي الزمالك في قادم المواعيد. اعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده على ان نلقاكم باذن الله في مباراه قادمه. كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع وسريعا سنذهب الى الاستوديو التحليلي بقياده الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام. كابتن هيثم اليك الميكروفون.